السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. فيديو النهاردة ان شاء الله فيديو مميز جدا، والنهاردة بإذن الله انا هكلمكم على ذكر عظيم جدا جدا جدا. لو انت بإذن الله قرأت هذا الذكر بإذن الله 40 مرة يوميا واستمرت عليه بإذن الله هتصبح مهابا منصورا على كل أعدائك، ومنصورا بإذن الله على مشاكلك، وبإذن الله كل حاجاتك وكل أهدافك بإذن الله مش هتواجه وانت بتحاول تحققها أي مشكلة بإذن الله، وحتى لو واجهت مشكلة بإذن الله تنتصر عليها. طبعا يا جماعة، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا حق، فإن الشيطان لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. ورؤية بعض السلف الصالح أو العباد أو الزهاد الصالحين في القديم، يعني رؤيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان يخبرهم إن هم يقولوا ذكر معين أو يحذرهم من شيء معين، فده يؤخذ من قبيل الاستحباب. الأمر ده جماعة جميل جدا وعظيم جدا، والنهاردة إن شاء الله أنا هكلمكم على رؤية أحد العباد الصالحين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبره بذكر معين، وقال أحد العلماء عن هذا الذكر أنه كلام حسن لا إشكال فيه، وإن كان الكلام في 40 وإن لم يؤخذ على قبيل اللزوم استقام. يعني إيه؟ يعني كان بيقول على العدد، لو العدد ما كانش إلزامي، يعني ما كانش إلزامي، لو غلط في العدد مثلا مش الفايدة مش هتنجح، لو العدد مش إلزامي استقام. يعني إيه استقام؟ يعني بالعكس مستحب وجائز، مدام يا جماعة الأذكار اللي احنا بنقولها أذكار لا تخالف التوحيد ولا تخالف تعاليمنا الإسلامية. فالنهاردة إن شاء الله أنا هكلمكم على ذكر عظيم جدا، لو أنت بإذن الله رددت هذا الذكر بهذه الطريقة وبهذا العدد بإذن الله حاجاتك إن شاء الله هتقضى، وهذا الذكر أيضا بيفيد في جلب الرزق، وهذا الذكر أيضا بيفيد يا جماعة في إحياء القلب. يعني إن شاء الله بعد ما هتقول هذا الذكر هتحس بإذن الله بالطاقة الروحانية الهائلة اللي موجودة في هذا الذكر بدأت تتجسد في حياتك، فهتلاقي بإذن الله تعامل الناس معك هيختلف، هتلاقي نفسك بإذن الله لو أنت عندك حاجة أو عندك هدف أو عندك أمنية أو عندك شيء ما نفسك تحققه إن شاء الله بإذن الله تستطيع أن أنت تحققه، وغير ذلك من فوائد كثيرة جدا بإذن الله هتعود عليك لو أنت طبقت هذه الفائدة وقرأت هذا الذكر إن شاء الله بهذا العدد. فهنبدأ بإذن الله في ذكر الفائدة وشرح الطريقة والتفاصيل. بس قبل ما ابدا في ذكر التفاصيل، اتمنى لو انت جديد في القناه تشترك في القناه، ولو انت معايا قديم في القناه اضغط على زر اللايك وادعي لي دعوه في التعليقات بالتوفيق. ويلا بينا يا احبابي نسمي الله ونبدا في ذكر التفاصيل والفائده بالكامل ان شاء الله. دي يا احبابي من الفوائد التي لا يشترط في فعلها اي وقت معين من الاوقات ولا يوم معين، بس انا انصحك ان انت تستمر عليها لمده 3 ايام او 7 ايام، وافضل مستمر عليها وباذن الله تشوف المعجزات والفوائد الكثيره جدا. فقال أحد الزهاد والعباد وهو محمد الكتاني، له رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله ألا يميت قلبي. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قل كل يوم 40 مرة: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، فإنه لا يموت قلبك ويكون قلبك حيا. يعني يا جماعة بنردد هذا الذكر اللي هو يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت 40 مرة، ونستمر عليها يوميا، وبإذن الله بنشوف المعجزات المذهلة اللي هتدهشك بإذن الله، واللي هتجعل عقلك بإذن الله مذهولا من المعجزات والبشائر بإذن الله اللي هتحصل لحياتك. طبعا الذكر أنا كاتبه في صندوق الوصف زي ما احنا متعودين. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفايدة، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عندك استفسار اكتبه في التعليقات وإن شاء الله هرد عليك. وبس كده يا حبيبي يكون الفيديو خلص، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.